اليوم في هذا النهار وحنا كنتكرموا في المستشفى الجامعي بفاس النساء المصابات بسرطان الثدي، كنشكرهم من هذا المنبر التعامل ديالهم سيرفيس كولو جينيكو 2 على راسهم الدكتور ملهوف الى كل الطاقم، سواء كان الطاقم الطبي او شبه طبي او تقني. شكرا لهم جميعا، لان كاينه واحد المعامله رائعه الحمد لله. احنا جيت سعداء بهذا المبادره الطيبه اللي داروا لنا اليوم. الحمد لله انا كنت من المريضات اللي اكتشفته مبكرا، والحمد لله احنا تشافينا وفي طور الشفاء ان شاء الله يا ربي يتمم ما تبقى على خير. من مريضات سرطان الثدي اللي كانت تعالج في المستشفى الجامعي الحسن الثاني، في الحقيقه كانت صدمه ليا من بعد ما تشخص بان راه عندي سرطان الثدي، ولكن بعد ما صافي بديت في المستشفى الجامعي وتلاقيت مع اطباء يعني الدعم النفسي، والحمد لله اطباء اكفاء وتبارك الله كيخدموا بواحد الروح والتفاني ما شاء الله. كيقول لك الطب العام، الناس كيهضروا كيقولوا الطب العمومي وهذا وهذا، راه ما صالحش. انا عن نفسي وكتجربه خاصه مع المستشفى الجامعي، اقسم بالله الى اطباء في المستوى، يعني ما لقيناش ادنى مشكل. كنت خايفه من العمليه، كنت خايفه من بزاف د الحوايج، ولكن من بعد ما يعني غير طلع البلوك كيعطيوك واحد الضحكه واحد الابتسامه جميع الاطباء. كنت خايفه انا بزاف، ولكن اين فوا طلعت البلوك باش غنفتح مشات مني داك الخلعه، بقيت كنضحك سبحان الله العظيم. اليوم حنايا فرحانين بزاف لاننا استطعنا اننا ننظموا هذه اليوميه ديال التحسيس على الكشف المبكر ديال سرطان الثدي والاهميه ديالو في لا بريزون شارج ديال هذا السرطان. يعني كل ما قدرنا نكشفوا مبكرا على هذا السرطان كل ما كان العلاج مزيان. العمله ديال الفريق الطبي وشبه الطبي اللي عندنا في السيرفيس الحمد لله كتكون معامله جيده مع جميع المريضات، والمرافقه ديالهم النفسيه باش يقدروا يصمدوا قدام هذا المرض الخطير. بطبيعة الحال في الأول كيكونوا شوية متضمرين خايفين، كاين الناس اللي كيعرفوا ما عارفينش بأن كاين الدواء وكاين العلاج، مي من بعد الحمد لله من كيخضعوا للعلاج الجراحة والعلاج الكيماوي أو الأشعة تيعرفوا بأن هذا المرض اللي هو الحمد لله كنقدروا نداويوه وكنقدروا نرجعوا للحالة الطبيعية ديالنا من بعد المرض. وهذا هو الهدف ديالنا، أنهم وهذا الشكر ديالهم وهذه الابتسامة ديالهم هي اللي كتخلينا حنا نقدروا نزيدوا القدام. التحسيس ديال النساء ديالنا انهم يقلبوا وما يخافوش ويبحثوا وما يبقاوش يقولوا هذا المرض عيب، هذا المرض ما بقاش عيب، هذا المرض يعني اي واحد ممكن يتصاب فيه. ملي تيجيو عندنا النساء فعلا تيكونوا خايفين، كيكونوا اول حاجه تيكونوا مدمرين هما والعائله ديالهم، وتيجيهم هذا الشيء يعني صعيب وصعيب بزاف. الحمد لله في اطار استراتيجيات ديال وزاره الصحه اليوم تنقدروا نقولوا بان هذا المرض ما بقاش شي حاجه اللي هي صعيبه، ما بقاش شي حاجه اللي هي خطر، والعلاج ديالو الا تم الفحص عليه مبكر، يعني الكشف المبكر يعني في اللحظات الاولى، في اللحظات الاولى. وهذا هو الهدف ديال هاد اليومين، هو التحسيس على هاد الكشف المبكر. هاد النهار هذا صراحه ما غيتنساش، وكنتمنى الاطباء ان شاء الله وكل شيء صحيحه والسلامه ان شاء الله، وربي يقدرهم على هاد الخدمه هذه. هو مرض صعيب حقيقه، ولكن حنا ما بقيناش واخدين داك الفكره بانه صعيب. كنطلب الله سبحانه وتعالى يشافي جميع المريضات ويعاون هاد الاطباء، لان التكريم هذا صراحه عطانا واحد شنو نقول لك، عطانا واحد الثقه في النفس، واحد مواجهه هذا المرض بواحد الثقه في النفس كبيره، ما بقيناش خايفين منه صراحه. بالعكس كنقولوا كاي مرض، كنصح انا جميع مرض هذا المنبر هذا، والله العظيم السيدات بعدا اللي مرضي بهذا المرض هذا، كنقول لكم قولوا الحمد لله، هذه اول حاجه على ما اصابنا، وثاني حاجه خذوه كاي مرض سكر طونسيو اي مرض يعني مزمن، ولا راه الحمد لله العلاج كاين. ونصيحه اخرى في سبيل الله كنقول لكم الكشف مبكر، الله يجازيكم بخير.
راه عوض ما تحيدي البزوله كامله تقدري تحيدي غير الورم، عوض ما ديريش الشيميو ما ديريش كاع ما تلقايش داك العلاجات كلها. المهم هذه نصيحه، الكشف ثم الكشف. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.